منذ أن وصل هالسبت المنصرم لا يزال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة أبهي جيتجوها يراوح عند التعقيدات ذاتها التي اعترضت نجاح سلفيه كاميرت ولوليسغارد طيلة الأشهر الماضية من عملهما في المدينة. فقد أثارت الميليشيا خلال لقاء أجراه مسؤولون فيها مع الجنرال جوها قضية احتجاز 14 سفينة تحمل مشتقات نفطية في وقت تتمسك فيه بموقفها حيال الطريقة التي يتعين بها مواجهة كارثة بيئية محتملة تحذر منها الأمم المتحدة جراء حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر من خزان صافر العائم في رأس عيسى بالادعاء بأنها قادرة على إجراء أعمال الصيانة للخزان. لكن الحكومة فندت من جهتها هذه الادعاءات وأعلنت مساء الاثنين موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، واتهم بيان صادر عن وزارة الخارجية الحوثيين بالسعي إلى عرقلة دخول السفن بهدف إفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة بشأن تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيا. وشدد البيان على ضرورة الالتزام أصحاب السفن 10 بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك. ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي بالحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين، وكذا ضمان عدم قيام الميليشيا بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار. الجنرال جوها أكد خلال لقائه مسؤولين في الميليشيا أن بعثته ستعمل على إزالة كافة المعوقات والعراقيل وتضييق الخلافات في بعض النقاط المتعلقة باتفاق السويد. وفي السياق ذاته كشف الجنرال جوها في رسالة وجهها إلى رئيس الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار اللواء الركن محمد عيضة عن نيته عقد اجتماع هو السابع من نوعه كان من المقرر أن يتم الثلاثاء لولا استمرار الظروف المعيقة لاجتماع كهذا، مؤكداً أن البعثة ستكون إذا ما انعقد الاجتماع رهن الطرفين لتسهيل عقده، مطالباً من الطرفين بإصدار الأوامر إلى القوات المعنية على الأرض بممارسة الضبط النفسي التام والالتزام بوقف إطلاق النار بدقة خلال الاجتماع وأثناء تحركات من وإلى المنطقة ومكان عقد الاجتماع.